أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بمقتل عشرات الفلسطينيين في قصف إسرائيلي طال مناطق متفرقة في غزة. أضافت الوكالة أن 8 فلسطينيين قتلوا وأصيب 15 آخرون باستهداف إسرائيلي لخيام النازحين داخل مدرسة حليمة السعدية في جباليا شمال القطاع. إلى ذلك فقد قتل 5 أشخاص أيضا جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا غرب مخيم الصيرات وفق إعلام فلسطيني، فيما شهد حي الزيتون انفجارات ضخمة نتيجة عمليات نسف قامت بها قوات إسرائيلية، كما استهدفت منزلين في خان يونس ومنطقة النصر، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. تعليقا على القصف، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن سلاح الجو نفذ ضربة دقيقة على مركز قيادة وسيطرة تابع لحماس في مجمع كان يستخدم سابقا كمدرسة، وأضاف أن مسلحي حماس استخدموا هذا المركز للتخطيط وتنفيذ الهجمات ضد الجيش الإسرائيلي، وتابع بأنه تم اتخاذ العديد من الخطوات قبل الضربة للتخفيف من خطر إلحاق الأذى بالمدنيين.